ألمانيا غير مقتنعة بضرورة رفع ميزانيتها العسكرية إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي كما هو مطلوب من قبل حلف شمال الأطلسي في المستقبل وكما تريده الإدارة الأمريكية الجديدة. ألمانيا تنفق في الوقت الراهن 1.2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، لكن وزير الخارجية الألماني سيغمار جابرييل يعتقد أن عليهم التفكير في زيادة الميزانية. أعتقد أننا بحاجة للتفكير في جوانب أخرى بدءا من الجوانب التي لا أعتقد أن أمن أوروبا اليوم يمكن ضمانه فقط عبر النفقات الدفاعية، ولا يمكن إيجاد حلول لمعظم الحروب وتطورات أزمة الهجرة واللاجئين حاليا عبر المزيد من المعدات وزيادة الإنفاق على المعدات، ولكن من خلال حماية الناس من المجاعة والفقر والحروب على سبيل المثال مشكلة الموارد المائية. سيغمار أدلى بهذا التصريح خلال تواجده في تالين بأستونيا. الديمقراطية الاشتراكية أضاف أنه يجب إعادة التفكير فيما إذا كانت باقي دول القارة العجوز ترغب في أن تنفق ألمانيا أكثر من 60 مليار يورو على الجيش، للإشارة برلين تتعرض لانتقادات حادة من الولايات المتحدة الأمريكية.